السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحة. فيديو جديد على القناة اللي هي بقلاوة أو بحلاوة اللي كتجي زوينة بعجينة الفيلو والكاوكاو أو الفول السوداني، كتجي زوينة بزاف ورائعة، فتكون ديروها وتنجح معاكم إن شاء الله. اللي دخل القناة أول مرة لايك وسبسكرايب القناة باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. إذا بسم الله على بركة الله، كيلو ديال الكاوكاو عندي 5 ديال المعالق ديال الذوبه، 4 ديال المعالق ديال السكر، واحد الساشي ديال الفاني، واحد معلقه صغيره ديال القرفه، وربع كاس ديال الماء الزهر. انا درت نص كاس ولكن غير ربع اللي غادي نحتاج. الكاوكاو غادي نطحنو، كي ما غاديش نطحنو مزيان غادي نخليه مهرمش. غادي ندوزها في هذه الماكينه كيف ما كتشوفوا، يعني هذه الماكينه ما كتخليش الحاجه تولي لينا مطحونه مزيان، خلي لينا دوك الطريفات الصغيورين. وغادي نستمر على هذه الطريقه حتى نكمل الكاوكاو ديالي. كيف ما قلت لكم زولت منه واحد الكاس صغير باش غادي نزينها من الفوق، وغادي نستمر على هذه الطريقه حتى نطحنو كامل. هذا هو الشكل ديالو من بعد ما طحنتو. دابا غادي نضيف عليه العناصر المتبقيه وغادي نخلطو مزيان. غادي ندخل فيه ديك القرفه، يعني غادي نلبسو كامل، والزبده المذابه، وديك ربع كاس ديال ماء الزهر. هنا غادي ناخذ الورقه باش غادي نخدم. هذه ديال ليدل، ليدل فيها غير 5 الورقات، شي بحال ديال ميركادونا، ميركادونا تيكونوا فيها 10. هانتوما البكية ديالها، وهذه ديال ليدل غادي ندير غير ورقة ورقة، ديال ميركادونا غادي ندوبلها حيت هي رقيقة بزاف. هانتوما غادي ناخذ منها وحدة، ودائما كنغطيوها باش ما تقربش لينا حيت حساسة بزاف. هنا كنغطيوها ونخليوها جانبا، يعني الورقة ديالنا كندهنوها بالزبدة. كناخذو الجهه فاش غادي نديرو الحشوه، كنطوي فيها تقريبا واحد جوج صبعان او 3 سنتيم، واحد القياس، واحد القياس يعني قصير او ربعة. هنا غادي نبقى ندير ديك الحشوه، الحشوه واخا تخرج ليكم غادي تردوها ثاني للمكان ديالها وغادي تعمروا بها ثاني من جديد. غادي نلويوها على نفسها وغادي نزيدو نكمشوها واحد شويه ونصطفوها في اللاطه. غادي نستمر على هذه الطريقه، يعني طريقه سهله، اللي ما عندوش السفود او القطيب، اللي عنده شي عصيه ديال العود الرقيقه يمكن ليه يخدم بها، يعني طريقه سهله وما كتطلبش بزاف، غير شويه ديال التركيز. وها يعني الحلوه ديالكم او البحلوه ديالكم واجده، كما شفتوا كتكمشوها غير بشويه، انا كنزيرو عليها غير بشويه وكنستفوها في اللاطه. الفران كيف ما قلت لكم دائما الفران يكون سخون من قبل، وندخلوها حتى تشد اللون ديالها، وكنحاولوا نزيروها في اللاطه ملي نحطو ثاني يعني الصف الثاني، نزيرو على 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 خوه ونستمروا على ديك الطريقه حتى نزيرو اللاطه ديالنا، يعني نزيرو البحلوه ديالنا. هاد اللاطه للاسف جاتني كبيره من بعد راه بدلتها مازال، كما تتبان لكم الاخرى فاش درت التقديم، يعني خرج ليا تقريبا 10 ديال العصيات، 5 ديال الورقات ديال ليدل و 5 ديال الورقات ديال ميركادونا. يا هلال أهلا أهلا، كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصار. مرحب مرحب.
نصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. اللاطة خاص دائما تكون قد الحلوة ديالكم، حيت الا جاب الله اللاطة كانت كبيرة يعني فاش غادي تعسلوهم العسل غادي يمشي لكم من فراغ، يعني غادي يمشي لكم للجهة الخاوية. داكشي علاش الحلوة ديالكم خاصها تجي قد اللاطة. هنا كيف ما كتشوفوا غادي ندهنهم كامل بالزبدة من الفوق عاد باش ندخلوهم الفران. هنا جاو الدور ديال التقطاع، غادي نقطعوهم كاملين عفوا كيف ما قلت لك قبيله ندخلهم الفران، يعني ما ندخلهمش حتى كنقطعوهم القطع اللي بغيتو قطع صغيره بزاف بغيتو متوسطه، يعني كل وحده كيرجع ليها الاختيار. انا قطعتهم بهذه الطريقه عاد باش ندخلوهم الفران. هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما خرجتهم الفران، يعني محدهم هما سخانين سخانين، يعني كيف تنخرجهم الفران كنعسلوهم. هنا درت عسل منزلي راه كاين في القناه، خداو ليا قياس جبانيه كبيره يعني متوسطه ماشي كبيره بزاف ماشي صغيره، وكنخليوهم حتى كيشربوا العسل ديالهم. ديك الساعه كنزينوهم بشويه ديال الكاوكاو اللي كنت حيت من الاول، وكنقدموهم عفوا بالصحة والراحة. هذا هو الفيديو اللي درت معكم اليوم، كنتمنى يعجبكم وتقسموه مع الأصدقاء ديالكم مع العائلة ديالكم الأحباب باش تعموا الفائدة. عيدكم مبارك سعيد، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة والهنا وباش ما تمنيتوا إن شاء الله، وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. وإلى اللقاء إلى الفيديو المقبل إن شاء الله.